نحن وحيدون في البدء والمنتهى. مثل من سبقونا رأينا الألغاز الوجوه المتخمة بالمدائح العزل بلا شفيع وبلا سند في عراء النظرات. رأينا في قبح العمارات، رأينا في قبح العمارات بذخ المجرمين، ولم يرحمنا حذرنا. وضع عصفور. الله. عزيز أيها الخوف، عزيز أيها الخوف، يمرغنا في العنف الذي أنضجنا، يمرغنا في العنف الذي أنضجنا، حيث نرى كم نحن جميلون في الخطر، ونسمع الغرق يتنفسون في ساحات الفش، ونسمع الغرق يتنفسون في ساحات الفج. الدم حولنا كجرافات الصمت يضيء الليل، والسحاب فوقنا، والسحاب فوقنا إدانة، إدانة للأبدية. نحن وحيدون في البدء والمنتهى. واو الله. واو واو. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. هدى عصفور، مساء الخير، اهلا وسهلا فيك ببرنامج الجسر. اول شيء عارفين على الباند. اهلا فيك وشكرا انكم استضفتونا اليوم. اشا سانتي على الكاهون، أشا كمان تعزف درامز وهي فنانة متنوعة المواهب، ديريك بوند إلكتريك بيس. هما أجانب مش عرب؟ الاثنين أمريكان. أوكي، اتقابلتوا إزاي؟ حكي لنا كده يعني قبل. اتقابلنا إزاي؟ ديريك التقينا من شي 3 سنين، في إلنا صديق مشترك، كنت عم بحضر أول ألبوم إلي. بعد التسجيل بابلو صديقي قال لي
لازم تتعرفي على ديريك، كتير رح يعجبك تعزفي معه. والتقيت بديريك وفعلا صلنا 3 سنين نعزف مع بعض. أشا أكتر حديث معرفتي فيها كان في عنا مسرحية مع شاعرة سريلانكية أمريكانية غاوري كونسواين، و أشا كانت معنا كجزء من الإنتاج. Yeah. So sorry guys, we'll give you the translation in a bit. Okay. بس هدى عصفور، أول شيء عارفين عن حالك كفنانة، يعني سمعنا شيء كتير حلو. أنت كيف توصف حالك كفنانة؟ كيف أوصف حالي كفنانة؟ بحب أفكر إنه أنا تربيت على التراث العربي، على الموروث الشرقي الكلاسيكي. كل دراستي الموسيقية كانت بالموسيقى العربية، يعني بالموسيقى العربية التقليدية. بس أنا كمان شابة عايشة بالقرن الـ21. يعني لازم نقول للسادة المشاهدين إن هدى عصفور معاها دكتوراه في الهندسة ومن جامعة جورج واشنطن. وريت تقول لنا برضو إيه العلاقة اللي خلتك تتحولي، أو جات إزاي الدنيا ماشية معك إزاي؟ الدنيا ماشية لهلا يعني تمام. بس تمام. عندك ألبوم وفي ألبوم تاني شغال عليه؟ صحيح، في طلع أول ألبوم طلع بال 2011، بآخر 2011 مارس جاي ورايحة، وهو كان بدعم من مؤسسة المورد الثقافي في مصر. وحلق حاليا السنة الماضية حصلت على منحة من مؤسسة أفاق، وعم ننتج ديريك وأشا، هم جزء من الإنتاج الجديد من لبنان. من المؤسس مؤسسة أفاق موجودة بلبنان. طيب يعني عم بيعطوك، أكيد بدنا نسمع من هدى، بس هالمنح اللي عم تاخديها هي بالفعل تنجي هالموسيقى يلي شو بتسميها؟ جاز، كلاسيكي، عربي، شرقي؟ أنا بحب أسميها موسيقى عربية معاصرة، ما بعرف. أنت هيك بتحبي؟ أنا بحب أسميها هيك لأنه هي جزء من حالة موجودة اليوم بالعالم العربي، اللي هي الموسيقى اللي سميت البديلة، بديلة عن موسيقى البوب. وهي الحالة في موسيقيين رائعين اليوم بالعالم العربي، وبفكر أنه أنا بنتمي لنفس هاي الساحة. طب حابة تسمعيني إيه دلوقتي؟ سمعكم أغنية كتبتها كم من سنة. كتبتيها؟ كتبتها. ممكن أقدم بس الأغنية أكيد. الأولانية هي من كلمات جولان الحاجي، وهو شاعر كردي سوري. تعرفت على جولان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، شفت الشعر وكتير عجبني، وحسيت بهداك الوقت اللي بعد ما في شيء تغير، يعني الوضع من أسوأ من سيء لأسوأ. الطريقة اللي كان عم بوصف فيها الحالة اللي احنا عم نعيشها وعم نشوفها كل يوم، سواء بسوريا او بغزة او بطل يفرق يعني وين. الاغنية اللي جاي شوي اخف، اغنية حب، كلمات جدي ذنون جراح كتبها لستي، بتقول: عرفت الآن أنك مقلتي وأنك إن بعدتي لست شيئا، أنت الخل، أنت رفيق عمري، وأنت القلب لي ما دمت حيا. الله الله. نسمعها بقى، نسمعها شوقتينا. نفسي أعرف أكتب شعر زي كده. حلو. مقلتايا وأنك إن بعدتي لست شيء، عرفت لأنا أنك مقلتايا وأنك إن بعدتي لست شيء، أنت الخل وأنت الخل وأنت رفيق عمري، أنت الخل وأنت رفيق عمري، أنت الخل، أنت رفيق عمري، أنت الخل.
القلب لي ما دمت حيا، أنت القلب لي ما دمت حيا. عرفت الآن أنك مقلتاي وأنك إن بعدت لست شيء. عرفت الآن أنك مقلتاي وأنك إن بعدت لست شيء. أنت الخل، أنت الخل، أنت رفيق عمري. أنت الخل، أنت رفيق عمري. أنت الخل، أنت رفيق عمري. أنت القلب لي ما دمت حيا، أنت القلب لي ما دمت حيا. برافو. هدى، وقت تشتغلي مع آشا وديريك، هل بتلاقي صعوبة لأنه يعني طبعاً ما بيفهموا الكلام، بتحاولي تترجم الكلام؟ بتمنى كتير مرات إنه يحكوا عربي لأنه الشغل بيكون كتير أسهل. مرات أشياء بسيطة زي إنه كيو هون، إني ما أقدر أترجم بعض الكلمات، بس بالحقيقة الشغل معهم كتير كتير حلو، يعني لأنه كمان مرات كتير بيضيف بيزيد لك شيء، بيضيف محل نقص يمكن. بالضبط. بس غير إنه يحكوا عربي ما عندي أي اعتراض. طب أوكي، بدي أسألك عن شو إيه عايزين نعرف يعني طموحك إيه في الغناء. يعني برضو أنا عايز أرجع لموضوع الهندسة، يعني فكرة إنك تكوني معاكي دكتوراه في الهندسة وما زلتي بتغني بالصوت الجميل دوت، عايزه تعملي ايه في الغناء؟ يمكن انا حاسه انه الموسيقى اجمالا، يعني انا كمان بكتب موسيقى افلام وبكتب موسيقى انسترومنتال بدون كلمات، بتخيل انه هي اداه لتعبير عن هموم هذا الجيل اجمالا، مش بس الهموم الشخصيه والتجارب الشخصية، بس هي طريقة لأنه نحارب كتير ظواهر موجودة بالمجتمع. صحيح. عبر الموسيقى عم بتعبري عن كل مكنونات قلبك ومكنونات قلب العديد من العرب بتمنى. الشباب يلي بتمنى. عم بيسمعوا الموسيقى تبعك. هدى، بدي أسألك عن الآلة اللي عم تلعب عليها العود، هل هيدا العود الغير التقليدي شو بضيف على الموسيقى؟ هل هي الموسيقى العربية المعاصرة يلي سميتيها أو البديلة عن البوب لازم تستعملي فيها كمان آلات تحديثية، أو هيدا عود مثل غيره؟ لا، السبب أنا بعدني بفضل العود الأكوستيك، سلي شهر بس بعزف هاي الآلة الحقيقة، بس الأسباب تقنية بحتة. المشروع الجديد فيه درامز وفيه إلكتريك بيس، وفكرة إنه يطلع صوت واضح بالآلة الأكوستيك كتير متعب. فشركة جودان عملوا هذه الآلة، وصلي يعني زمان ما كنتش راضية أعزف إلكتريك عود لأنه مش هذا اللي أنا بدي. هذا اللي بيت عليه. أخيراً لقيت آلة اللي هي أكوستيك بس بنفس الوقت فيها إلكترونيكس كفاية إنه يكون في سهولة بتقنية بالصوت بس. طيب. مش أكثر. شو بدك تسمعينا؟ شيء جديد. شيء جديد.
رح أعزف رح نعزف أغنية من التراث التونسي اللي هي تحت ياسمينة في الليل. حلو. الفيرجن هاي مختلفة عن الفيرجن اللي رح تكون موجودة بالألبوم الجديد، بس هي واحدة من الأغاني اللي إحنا مختارينها للألبوم الجديد. أوكي. فتحت ياسمينة بالليل في الليل الأغنية أصلاً للهادي جويني من تونس. كلنا سمع. هل دي الأغنية اللي غناها محمد منير ولا واحد ثاني؟ هي محمد منير، صحيح كان في reinterpretation من محمد منير للأغنية. نايس. نسمع بقى وسلطانينا بقى هلا. سلطانينا. ياسمينة في الليل نسمة والورد محاذي، تحت ياسمينة في الليل نسمة والورد محاذي، لخصان علي تميل تمسح لي في دمعة عين، لخصان علي تميل تمسح لي في دمعة عين، ياسمين الذكي عتلت العود وغني، تحت ياسمين الذكي عتلت العود وغني، وتماطر دمعي وبكي فكرتك كنت تجيني، وتماطر دمعي وبكي فكرتك كنت تجي، هيا 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 هيا، متوحش وحدي محتار لا قمرة لا حصة طيار، متوحش وحدي محتار لا قمرة لا حصة طيار، كان النسم على الأشجار توانس فيها وتواسيني، كان النسم على الأشجار توانس فيها وتواسيني، ياسمينة في الليل نسمة والورد محاذي، تحت ياسمينة في الليل نسمة والورد محاذي، لخصان علي تميل
امسح لي في دمعة عين لخصان علي تميل، تمسح لي في دمعة عين. ما معقول شو الموسيقى تبعك is soothing. شكرا. ما معقول يعني soothing هيك للقلب للروح للكذا، بتخدينا عن جد so calming. أنا نمت so calming عن جد. لا ما شاء الله it's amazing هالإفكت يلي بتعطوه يعني as a band بصوتك بموسيقتك بلحنك. في هارموني بينهم كمان على الرغم من اختلاف اللغة، يعني you are the best. I see. يعني you are really. هدا قبل ما نختم الحلقة ونختم طبعاً بأغنية أخيرة منك، شو مشاريعك للمستقبلية؟ خبرتينا عن سيدي، في مشاريع تانية عم تتحدث؟ تواجدكم هنا في نيويورك. إحنا موجودين بنيويورك لأنه بكرة عنا عرض بمؤسسة ألوان الفنون ألوان for arts for the arts center. وهذا أول عرض للمشروع الجديد قبل ما يخلص التسجيل. تمام. وبتخيل الألبوم الجديد إن شاء الله بيكون موجود السنة الجاي. المشاريع التانية، في مشاريع كتير. المشروع البرودكشن اللي كنت عم بحكي عنه مع الشاعرة جاوري هو مشروع أكبر من بس شعر وموسيقى، هو عبارة عن ساعة من سرد لقصص. عم نحكي عن خلينا نحكي عن هالمشروع طبعا بحلقة جديدة. بتجي هدى عصفور كمان على تحلي ضيفي معنا بالبرنامج. ما بدنا نحرق كل البريدجز ببرنامج البريدج، ما بدنا نحرق شيء اكشلي، بس بدنا نسمع موسيقى حلوة تنختم الحلقة. أكيد. قبل ما نطلع عن الهوى، شو هي الأغنية الأخيرة؟ الأغنية الأخيرة هي أغنية من كلماتي جاي ورايحة. كتبتها بفترة من حياتي، فعلاً طول الوقت كنت جاي ورايحة، كنت بمصر وكنت لسه جايني خبر إنه أنا بدي أطلع على أمريكا، وحسيت فترة حسيت بهذيك اللحظة إنه لا إمتى بدي أضلني جاي ورايحة، فجاي ورايحة. أوكي، كلنا سمع. فإذن شكراً هدى عصفور، وقت أكون عم تدوزني أنا رح ودع جميع المشاهدين وإلكن مساء الخير. ملتقانا طبعاً الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج الجسر، بترككم مع هدى عصفور. شكراً كتير إلكم. أنا هشكركم برضو قبل ما نقفل البرنامج، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم ونسيبكم مع الصوت والفرقة الجميلة ديت، نسمع هدى عصفور مع بعض. شكراً. مسجوني بفيب شبح مسجوني
ورد بظلال مخفي بخيط عيون مسوي وجوه مكوي جاي ورايحة رايحة وجاي جاي ورايحة رايحة وجاي